اهلا بيكم وحلقه جديده من قلبك ابيض. الحقيقه النهارده ضيفتنا معرفهاش خالص، عمري ما شفتها، ما تعرفش طبيعتي، وفي الحاله دي بيبقى سهل عليا ان انا اختلق اي موقف. احنا كلمناها وقلنا لها ان احنا بنعمل مقلب وهنفبرك حلقه، طبعا دي مش اخلاقنا خالص، وانت هتيجي تعملي مشهد في مسلسل. المهم ان هي فعلا لطعتنا مثلا دلوقتي ساعه وربع، فاحنا طبعا بنصور وكل حاجه، ولكن احنا كنا هنختلق الخناقه دي عشان حاجه تانية، عشان هدوم، عشان انا عايزه اتكلم في التليفون، عشان انا كنت هختلق اي موضوع. استنى ساعتين، مش عندي شغل غيرك وقفلي الكاميرا ساعتين. انت المفروض تشكريني يا وانا، انا هنقصرك موقف النهارده. موقف ايه؟ ايوه، ان انا استدعيت على الهوا عشان تبقي عارفه. على الهوا ايه ده؟ في ناس قاعده مستنيه. استاذ سمير قاعد مستني جوه. سمير مين؟ استاذ سمير عدل مستني جوه. يا بنتي انا جيت على الهوا الساعه 3 الظهر، قالوا لي تعالي انقذينا. هتسمعي ولا هتتكلمي؟ قالوا لي تعالي انقذينا موقف النهارده الساعه 8. قلت له مش هقدر اجهز قبل الساعه 10. قالوا لي طب ارجوكي تعالي، ان الحلقه النهارده ما عندناش غير واحد او اتنين ولازم نعمل ثلاث حلقات. يعني انت المفروض تشكريني. اشكرك ليه يا ستي؟ وبعدين انا عمري ما كنت اعرف ان انت صوتك عالي بالشكل ده. انا طول شايفاكي باللي انا اول ما اشوفك على فكره شايفاكي بتهمسي وتسوسوي، فعماله اقول اصوصو ما شاء الله. انا عايزه بتنرفز. لا هو انت هتهزي حتى دي ساعتين انت قاعده. بصي كام واحد. طب يلا نشتغل. كام واحد مستنيين على فكره؟ هم مش متضايقين، انت اللي متضايقه. لا هم متضايقين برضه. لا اللي متضايق يقول. لا ما تتكلميش بالنيابه عن نفسك. هيعملوا ايه؟ اتكلمي بالنيابه عن نفسك. اكل عيشهم هيعملوا ايه؟ لازم يوقفوا. هيعملوا ايه؟ يعني انت دلوقتي مع المضطهدين؟ لا انا طول عمري مع الغلابه. وانت شايفه ان دول غلابه؟ دول مش غلابه، دول بياكلوا عيشهم وعندهم مرتب ويقدروا يسيبوا اللوكيشن دي يروحوا اللوكيشن 2 و3 و4. لا اللوكيشن انهم ناس محترمه. اتكلمي عن نفسك. اتكلمي عن يا ستي. مش عايزه تصوري ما تصوريش. مش عايزه اصور. ما انا قلت مش عايزه. انت زيك زيي هنا مع الفارق. يعني طبعا زي. يعني انت بتقدمي البرنامج ده، انا جايه اعمل حلقه في البرنامج ده. مع الفارق في ايه؟ المفروض مين احسن؟ مع الفارق مين احسن يعني؟ مش عارفه يعني. فارق في ايه بقى. يعني؟ مع الفارق ان انا جايه عليكي وانت المفروض انك تستبيني احسن من كده. يلا يا جماعه. يعني انت لو جايه برنامجي لا يمكن تسمعي صوتي. لا يمكن. قطعت ساعتين. انت ما سالتيش الظروف ايه؟ ايه الظروف؟ كنت بتاكلي؟ باكل ايه يا بنتي؟ ده انا باكل وانا بعمل مكياج. طب وايه؟ انا ست بروفيشنال مش هضيع وقت في الاكل. وبعدين تيجي يعني مديانا ميعاد. قعدنا كلنا نستنى ورحلنا كل النجوم. انا ما اعرفش مين اللي قالك انك بتنقذي موقف دي. اسالي الناس الاعداد بتوعي. انت مش علاقه بيهم ولا ايه؟ الناس اللي بتيجي دي مش بتاخد فلوس؟ فين الموقف؟
انا لو جايبه يعني ممثلين ببلاش ماشي. ايه دخل البلاش والفلوس في اللي انا بقوله؟ تنقذي موقف يعني. ايه دخل الفلوس في اللي انا بقوله؟ يعني ايه تنقذي موقف؟ تنقذي يعني موقف انت يعني بترخصي ليه؟ ببلاش. لا بترخصي ليه من الموقف وتداني منه؟ غريبه قوي. بتداني من الموقف ليه؟ هو ده مش بفلوس؟ كل حاجه في الحياه بفلوس الا القيمه ما بتشتريهاش بالفلوس. قيمه ايه؟ انت بتقولي بنقذ موقف. لم هو انا لما حد يكلمني انا عندي برنامج وهتاخد كذا، ما هيجي عادي ده شغل. مش هيجي في يوميها. ايه الموقف اللي هتنقذيه؟ مش هيجي في يوميها. ليه كل الناس في المدينه بتصور اي حد ممكن يجي لي في خمسة؟ بيجي على الهوا كده، يلا تعالى يلا انت فين، انزل من على المحشر تعالى عليا. مش بيتصور ورانا مش عارفه ايه بيتصور. دول ناس عندهم اوردر، ده مسلسل مش برنامج. يا جماعه ممكن نشتغل بقى. وعندك دروب كتير بقى وبقالنا كتير قاعدين. انت المفروض تعملي اربع حلقات في اليوم. ما عشان انت مش حاسه بالاعداد حواليكي في ايه؟ اعداد ايه؟ انا المعده. انت بتعدي يعني انت بتعدي وبتقدمي وبتتخانقي بالنيابه عن الناس كلها. انا مش بتخانق. امال ايه؟ انا من حقي ان انا يعني ده فوليوم الصوت العادي بتاعك، ده مستوى الصوت العادي بتاعك. الناس تحترمني لما يديني ميعاد يجوا فيه، ما افضلش انا قاعده على كرسي ساعتين ونص مستنيه حد. طب ما قولي مش عايز اصور. طب ما انا قلت مش عايز اصور. وقولي مش عايز اصور معاه. احنا استنينا كل ده. ايه؟ قولي مش عايز اصور معاه. بس المفروض ما كنتيش تقولي ده وانا داخله. لو انت بقى عندك شويه مروءه اعلني ده مع المنتج وقولي الو شوفي اي مين بقى بينتج لك. معرفش المنتج ملوش اي سلطه عليا. قولي له مش عايزه اصور معاه النهار يعني. من وانا بقى فوق ما تعبش بقى والبس وانزل لك ايه يا جماعه مش عايز اصور، اروح اشوف حاجه تانية اعملها. عندي مليون حاجه غيرك اعملها. انا ما استاذنش من حد اصور او ما اصورش، انا بقرر. لا مش استاذني يا حبيبتي، صوري طول النهار والليل بس دوري على حد ينتج لك. قالوا لي هي فوق، انا كنت متخيله انك هتقعدي ساعتين. ابعتي لي قولي لي انت اتاخرتي قوي عليا وانا مش عايز اصور معاكي. انا قلت انا بقالي ساعه بقول مش هصور. عادي جدا هرجع. ما اعتذرتلهاش ليه؟ انا مش بقالي ساعه بقول مش هصور. ما حدش اعتذرني. ده يعني انهم مش بيسمعوا كلامك على فكره. يعني ايه؟ لا هم ما حطوكي في. انا عايزاكي بقى. لا لا هم بيشتغلوا كتير قوي فينا. الناس دي كلها اشتغلت معايا قبل كده، سينما وفيديو ومسرح واذاعه. مين ده جروب تاني؟ مين اللي اشتغل معاكي سينما قبل كده؟ فانا لا احرم انك تقولي مش عايز اصور معايا. مين اللي اشتغل معاكي سينما قبل كده؟ مش بتوع سينما بتوع برامج. استاذه مين اللي اشتغل معاكي سينما؟ كل بتوع البرامج اصلهم فيديو وتلفزيون وسينما. دي معلومه ضيفيها لنفسك عشان انت جديده.